اهلا بكم مره تانية على مدرسه امي. النهارده هنتكلم عن سؤال الترجمه. الترجمه من اصعب الحاجات اللي بتقابل اي طالب بيتعلم انجليزي، والسبب في ده هو انك مش متعود تكتب، او مش متعود تكتب جمله من نفسك. انت متعود مثلا يجي لك سؤال تشوز فتحل او تختار الكلمه، بس مش متعود تكتب الجمله او تكون الجمله من نفسك. هنتكلم عن الترجمه في 3 خطوات. الخطوه الاولى قبل ما تبدا ترجمه، قبل ما تبدا لازم يكون معاك شويه اساسيات لازم تكون عارفهم، عشان لما تبدا ما تحسش ان الموضوع متعقد على الاخر وانك مش فاهم اي حاجه. اهم حاجه في الاساسيات هي الكلمات والجرامر، الاثنين دول لو مش معاك فانت ما تحاولش، مش هتعرف تترجم ولا تفهم اي حاجه. الترجمه عباره عن شويه كلمات بجمعهم مع بعض باستخدام الجرامر بيعملوا لي جمله او بيعملوا لي فقره. فانا لو ما عنديش كلمات وما عنديش جرامر مش هعرف احل اي حاجه. الكلام ده طبعا كل الناس عارفاه، والكلام ده كل الناس بتقوله وبتسمعه في اي حته، بس هو ده الصح، هو ده اللي المفروض تعمله عشان تتعلم ترجمه. اول حاجه تبدا بالكلمات والجرامر. بالنسبه للكلمات فانت عندك كلمات كتير تقدر تحفظها من اي مكان، كمان في ملزمه كويسه اعتقد فيها شويه كلمات هينفعوكم كتير، كلمات كتير هي هتلاقوها برضو تحت وصف الفيديو ده. الجرامر اللي انت محتاجه هيكون عندك في المنهج، هتدرسه في المنهج بتاعك، لازم تركز عليه. سؤال الترجمه مش سؤال منفصل، سؤال الترجمه مرتبط بالاسئله التانيه. انت بتذاكر جرامر عشان تحل التشوز، ذاكر جرامر كمان عشان تعرف تحل الترجمه. التشوز ممكن ما تكونش محتاج انك تفهم الجرامر قوي، انما في الترجمه لازم تكون فاهم الجرامر. فانت لما تيجي تذاكر الجرامر بعد كده اعمل حسابك انك هتستخدمه عشان تكون بيه جمله، مش عشان تختار بس. ايه كميه الكلمات المفروض تحفظها عشان تحل اي ترجمه تجيلك في الامتحان، وايه كميه الجرامر المفروض تفهمه برضو عشان لما تجيلك اي ترجمه تعرف تحلها؟ ده ملوش عدد، ما ينفعش اقول لك مثلا احفظ 1000 كلمه وهتبقى ممتاز في الترجمه، ما اقدرش اقول لك كده. الترجمه كل ما بتحفظ فيها كلمات وبتفهم الجرامر اكتر مستواك بيزيد، فانت على حسب مستواك هتقدر تحل. احيانا الامتحان بيكون سهل فانت ممكن تقفل الترجمه، احيانا الامتحان بيكون صعب بس انت مستواك كويس فممكن تفلت منك حاجات بسيطه. فكل ما بتحفظ كلمات وكل ما بتفهم الجرامر اكتر بتزيد معرفتك بالترجمه وبيزيد مستواك في الترجمه. خلاص كده عرفت الاساسيات، حفظت كلمات، عرفت الجرامر، وجاهز ان انا ابدا ترجمه. كده نخش في المرحله الثانيه، وانت بتترجم بقى ايه اللي المفروض تعمله وانت بتترجم؟ عشان تبقى مرتاح وانت بتترجم اي حاجه او اي قطعه لازم تقسمها، قسمها لجمل او فقرات. لما يكون عندك جمله زي دي غير لما يكون عندك فقره كامله. لما يبقى مطلوب منك تترجم جمله 5 كلمات او 6 كلمات غير لما يكون مطلوب منك تترجم فقره مره واحده. لو قسمت الفقره بتاعتك لاكتر من جمله هتعرف تحلها بسهوله. خلاص كده انا قسمت الترجمه لفقرات وبدات احل. لقيت مثلا كلمه مش عارفها هحاول اخمن معناها، ما قداميش حل تاني. هتخمن معناها ازاي وايه اللي يضمن ان تخمينك صح؟ الحاجات دي بتيجي بالممارسه. يعني ايه بالممارسه؟ يعني مره تخمنها صح مره تخمنها غلط لحد ما تفهم الدنيا ماشيه ازاي. الممارسه مش لازم تكون انك تجيب قطع ترجمه قدامك وتقعد تكتبها، لا، الممارسه ممكن تكون فيلم مثلا بالانجليزي بتتفرج عليه بغرض او بنيه انك تتعلم منه، بتركز مع الكلام اللي بيتقال وبتشوف الترجمه بتاعته، فمن هنا هتاخد خبره كبيره في الترجمه. وكمان لو قريت كتب او روايات بالانجليزي ومترجمه العربي، مع الوقت الحاجات دي هتخلي مستواك في الانجليزي وفي الترجمه عموما تزيد بشكل كبير. مثلا انا ترجمت القطعه بس ترجمتها بخيالي انا مش بالكلمات الاصليه، انا مش عارف الكلمات دي صح ولا غلط. هتضطر انك تاخد الجمله دي وتترجمها على اي حاجه او على اي برنامج او حاجه عشان تتاكد ان اجابتك صح، او عشان تعرف ترجمتها الصح، او هتروح لمدرس مثلا عشان ما تضيعش وقتك وتضمن ان الترجمه هتكون صح وتتعلم صح. في تطبيق اسمه يو ديكشنري، التطبيق ده بيوفر لك كل حاجه انت محتاجها. يعني مثلا لو عندك كلمه وعايز تعرف معناها بتكتب معناها بالانجليزي بيجيب لك كل حاجه عنها، بيجيب لك الكلمه دي ومعاني كتير ليها، بيجيب لك نوعها هي اسم ولا ظرف ولا فعل ولا صفه، ولو ليها اكتر من نوع ينفع استخدمها في كذا شكل، اسم وصفه مثلا او صفه وظرف، بيعرفك وبيجيب لك امثله عليه، وكمان بيجيب لك جمل على الكلمات دي فهتحفظها بشكل كويس. والميزه الاهم فيه هو انك تقدر تصور اي حاجه قدامك وهو هيترجمها لك. مثلا ده كتاب الاكزامس بوكليت بتاع اولى ثانوي السنه اللي فاتت، لو فتحناه مثلا وانا عندي حاجه عايز اترجمها، في قطعه مثلا هنا او قطعه ترجمه عايز اترجمها، طبعا عشان الكلام ده كله تكتبه بايدك على برنامج او اي حاجه هياخد منك وقت طويل وهتزهق. هنا يجي دور التطبيق ده، هتدوس على علامه الكاميرا، بعد كده هتصور الجزء اللي انت عايزه، تتاكد ان الصوره واضحه عشان يعرف ترجمه بشكل كويس، وهتدوس ترجمه. بعد ما تدوس ترجمه هيبدا هو يعمل له اسكان وهيترجمه لك. الترجمه بتاعت البرنامج ده ترجمه كويسه تقدر تعتمد عليها في اي وقت. ميزه زي دي هتساعدك قوي وانت بتذاكر عشان تفهم الترجمه، وكمان قطعه الفهم، يعني البرنامج ده ممكن تصور بيه القطعه كامله وبرضه هيعملها لك، هيجيب لك الترجمه بتاعتها، مفيش اي مشكله. المشكله فيه هو ان الاعلانات بتاعته كتير وهتضايقك، يعني هتضايقك كتير الاعلانات، وكمان انه ما بيدعمش النص العربي. يعني لو حاولت تعمل اسكان للنص عربي او تصور
حاجة مكتوبة بالعربي عشان يترجمها لك بالإنجليزي، ما بيعملش كده، هو بيترجم لك من الإنجليزي للعربي لو هتصور. ميزة كويسة كمان في البرنامج ده وهو إنه بيعلمك كلمات جديدة من غير ما أنت تاخد بالك أصلا، من غير ما تطلب أنت. كل ما تقفل شاشة التليفون بتاعك وتفتحها تاني هتلاقيه جايب لك على الشاشة الرئيسية كده كلمة، كل مرة الكلمة دي بتتغير، كل مرة بتقفل فيها الشاشة وتفتحها الكلمة دي بتتغير. لو دوست على الكلمة دي هيجيب لك الترجمة بتاعتها، وبكده كل مرة هتفتح التليفون بتاعك هتتعلم كلمة جديدة من غير أصلا ما تاخد بالك. يبقى اختصارا لكل اللي قلته لحد دلوقتي، انت محتاج حاجتين عشان تبدا تترجم او عشان تبدا تتعلم ترجمه، وهما الكلمات والجرامر، والاثنين دول متوفرين عندك في المنهج بتاعك. لو عايز تزيد عنهم فهتلاقي من زي ما تحت وصف الفيديو ده فيها كلمات كتير تقدر تحفظ براحتك. لو في حد عايز يزود جرامر غير الجرامر اللي هو بيتعلمه من المنهج بتاعه ممكن يكتب لي كومنت تحت، وانا هبعت لكم كورسات فيها كل حاجه عن الجرامر من اول البدايه لحد النهايه خالص، كل الجرامر اللي موجود في اللغه الانجليزيه. بعد كده قلنا لما بنيجي نبدا ترجمه بنقسم القطع بتاعتنا لشويه جمل، كل جملة 5 أو 6 كلمات، اعتبر ان انا مش هترجم غير الجملة دي وابدأ اترجمها لوحدها. بعد كده بشوف الكلمات اللي انا مش عارفها وببدأ اخمنها، لو تخميني طلع صح فده كويس، تخميني طلع مش صح فدي مش مشكلة خالص، هتتعلم كلمات جديدة، هتعرف كلمات جديدة وهتاخد خبرة اكتر، ومع الوقت هتتعود على الكلام ده. وقلنا الكلام ده بيجي بالممارسة، والممارسة مش لازم تكون كتابة، الممارسة ممكن تكون فيلم بتشوفه او كتاب بتقراه. الانجليزي والعربي مختلفين عن بعض بشوية حاجات، زي مثلا ان الانجليزي ما فيهوش جمله اسميه وجمله فعليه، يعني الجمله دي يلعب احمد الكره او احمد يلعب الكره، الاثنين صح ما فيهمش اي مشكله، واحده جمله اسميه وواحده جمله فعليه ما فيهاش اي مشكله. لما اجي اترجمهم للانجليزي ما ينفعش اقول غير احمد بلايز فوتبول او احمد بلايز فوتبول، ما ينفعش اقول بلايز احمد فوتبول، ما ينفعش ابدا بالفعل. العربي تبدا بالفعل تبدا بالاسم ما فيش اي مشكله، انما في الانجليزي دايما بتبدا بالاسم. الجمل اللي بتبدأ بالفعل في اللغة الإنجليزية بتبقى جملة أمرية، لما أجي أمرك إنك تعمل حاجة أو أطلب منك بشكل مهذب يعني أقولك don't play in the street، ما تلعبش في الشارع، دي جملة أمرية، هي دي الجملة اللي بتبدأ بالفعل. إنما باقي الجمل بتبقى جملة عادية بتبدأ بالفعل، زي الجملة بتاعتنا أحمد plays football. وأنت بترجم من الإنجليزي للعربي يفضل إنك تخلي الجملة بتاعت العربي بتاعتك برضو جملة فعلية مش جملة اسمية، يعني يفضل إنك تبدأ بالفعل. مثلا لما أطلب منك إنك تترجم الجملة دي من الإنجليزي للعربي، Egypt tries to develop education، بدأت الجملة باسم اللي هو كلمة Egypt. لما اجي اترجمها للعربي ممكن اقول تحاول مصر تطوير التعليم او مصر تحاول تطوير التعليم، الجملة التانية صح ما فيهاش اي مشكلة، انما يفضل انك تبدأ بالفعل، يفضل انك تقول تحاول مصر تطوير التعليم. عندنا كمان الربط بين الجمل، لما بيجي الترجمة بتبقى عبارة عن فقرة، الفقرة عبارة عن جمل كتير جنب بعض، في الانجليزي ممكن يكونوا ورا بعض كده مش مربوطين، في العربي انت محتاج تربطهم، مينفعش احط دي جنب دي جنب دي وخلاص كده الجملة خلصت، لازم تربط بينهم عشان تبين ان دول موضوع واحد، ان دول مرتبطين ببعض مش مجرد كلام عشوائي كل جملة لوحدها. في العربي ممكن تربط بكلمات زي حيث او حرف الفاء او الواو الاضافة و او حيث او فاء او لذا او لذلك، الكلمات دي بتربط الجمل ببعض بتخليهم معنى واحد، معنى مكمل لبعضه. في الانجليزي ممكن نقول كلمات زي and then so وهكذا. في حاجات تانية كتير زي مثلا إن مصر عظيمة، إن دي أترجمها إزاي؟ التوكيد ده أترجمه إزاي؟ ده ملوش ترجمة في الإنجليزي، التوكيد ملوش ترجمة، يعني هتقول Egypt is great، Egypt is great. في ملزمة تحت الفيديو فيها القواعد دي وفيها قواعد تانية كتير، الملزمة دي وغيرها دول أدوات هيساعدوك إنك تبدأ تمارس الإنجليزي، إنك تبدأ تمارس الترجمة. لو ذكرت القواعد دي وحفظتها وفهمتها كويس بس ما تدربتش عليها فأنت ما عملتش أي حاجة، مش هتستفيد أي حاجة. كل الكلام اللي بنقوله ده دي حاجات بتساعدك انك تتدرب، فانت لو ما تدربتش فاحنا ما عملناش حاجه. اخر حاجه هي الترجمه العكسيه. يعني ايه الترجمه العكسيه؟ يعني انا عندي القطعه دي هترجمها من الانجليزي للعربي، تمام كده دي ترجمه عاديه وانا خلصتها، بعد ما ترجمتها للعربي هاخد العربي بتاعي اللي انا ترجمته اللي انا كتبته وهترجمه للانجليزي تاني. دلوقتي انا بقى عندي السؤال الاصلي اللي المفروض اترجمه، وعندي الترجمه بتاعتي بالعربي وعندي الترجمه بتاعتي بالانجليزي، شيل خالص العربي ده، قارن بين الانجليزي اللي مكتوب في السؤال والانجليزي اللي انت كتبته، شوف قد ايه هما شبه بعض، لو الاثنين زي بعض بالظبط فانت ترجمتك صح، لو حاسس ان في حاجه متلخبطه او حاجه مش مظبوطه راجع الترجمه اللي بالعربي تاني. الترجمه ليها كتب كتير وليها ملازم كتير وفيديوهات كتير على اليوتيوب، بس الخلاصه هي التدريب، لو ما دربتش نفسك على الترجمه مش هتستفيد اي حاجه. دورت كتير على برامج او مواقع تساعدكم على الترجمه تساعدكم على التدريب، بس بصراحه ما لقيتش غير موقع واحد، والموقع مش سهل، يعني الترجمة اللي فيه ممكن تبقى صعب عليك شوية في الأول. لو عايز تجرب الموقع ده هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو، لو مش عايز فمفيش أي مشكلة. كنوع من التدريب ممكن يبقى عندنا زي فيديو أسبوعي كده بنناقش فيه شوية ترجمة،
اللي موافق ان احنا نخصص يوم معين في الاسبوع لترجمة بس، نحل فيه 10 تراجم بالعربي او 10 تراجم بالانجليزي، يكتب رأيه في الكومنتات. كده يكون الفيديو خلص، اتمنى ما تكونش ضيعت وقتك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو اول مرة شفنا على القناة دي، وتعمل شير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.